دائما في إطار السياحة الجبلية ورياضة. اليوم إن شاء الله راح نديمارو منا بنهارون وراح نروحو من اليوم نهار مشخشخ. اليوم نهار هايل، نمشي غير التحواس والمشي. إن شاء الله نبداو منا ونروحو نروحو حتى إن شاء الله قد ما مشينا مشينا، نروح نبعدو شوية اليوم. هيا معنا، هيا فولو مي. فوالا على حساب لابليكاسيون رانا في لالتيتود واحد لالتيتود راه يقول راه تقول 960 متر، مشينا 12 كيلو ورانا حواسين رانا حواسين، مازلنا نزيد نطلعو شوية. أيا هنا هنا بالك هنايا راه اسمو يسموها بلاصة يسموها قرشة هنايا، ومازلنا حواسين. ايوا بعد بعد يقول فيها كاوي كان نزيد عاودو نديماري هكذا قهوة تاع غلاية. شفت هذوك
يا حبيبي. دلك تطلع، هي تطلع والاخو يطلع والدماغ يطلع. كي تطلع يطلع تطلع دماغ، هي تطلع دماغ يطلع. هاسنا نعاودوها، ضربوا دورا لقاوها فرات. وطلعنا هذيك راها على يدنا اليمنى وحنا جينا من على يدنا اليسرى. ايه وجينا على الجامع وطلعنا. ايوا هذيك راها من طريق اللي خلينا على اليمنى وجينا. صح هذيك راها من طريق اللي هذيك راها مساكن فيها واحد شرا فيها وخذ اللي موراها هي تاع المول. خلاص خلاص راسها فوالا. وكملنا القعده الاخرى، كنا فيها قهيوه، طلعنا بها رسالنا، ودوك نعاودو نكملو الباركور، هكذا نعاودو نهبطو، طلعنا ودوك نعاودو نهبطو. إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، تتوفر تابوا، إن شاء الله. موك حنا معاك اسمعك خطر اخرى على عندك بما تعيا جيب الموك حنا. اي والله صحيت اي فوالا لا فين تاع الباركور. انا لحقنا الباركور، حوسنا اليوم درنا باركور شباب، كانت الجو كان مليح. مشينا لابليكاسيون راه تقول 27 كيلومتر 600 ان شاء الله نعاودوها السمانه الجايه. بالك نمشيو اكثر من هذا الخو والحمد لله. هيا تشاو، هيا لا سمانه ان شاء الله. السلام عليكم.